بصارة، الهورس بينز، الفول المدشوش، فول مدشوش، ولازم يكون ناشف ما يتبلش ميه عشان هيبقى زي الطعميه ومش هيفرد معاك. شبت ياما اهو، شبت كتير، كزبره خضرة برضو كتير. لازم الكزبره دي بقى بنزود معاها شويه نعناع، وده الجديد، ده الجديد، وادي بقدونس. ليه بقى بزود الخضرة؟ عشان تطلع شكلها خضرة، لكن لو كده يبقى الخضرة قليلة. المهم كانت تعمل ايه بقى؟ تروح حاطة حبة ملوخية ناشفة عشان الملوخية مش كتيرة. وادي توم. طيب بص يا عم الحاج، عشان ما بقاش فيه حاج احسن من حاج، هنا ده اديله كمان شوية مية، هنجيب له مية تاني ونحطها على النار، خليها براحتها بقى لما تبقى ايه بوريه. وادي البصاره. البصاره اعرف ازاي بقى ان هي استوت؟ بعمل كده، اجيب حبايه اكلها عليها دابت، عليها ايه دابت. اقوم اروح جايب بقى الهاند بلندر. لو حبة ملوخية ناشفة بقى بدل الخضرة دي بتمشي معانا، بس هو الخضرة موجودة. هات لي العيش في الفاصل يا ابني، اوعى تحط لها أي حاجة دلوقتي، خليها تاخد هواها وتريح، وبعدين اديها زيت الزيتون والبصل.